السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة تعليم مايكروسوفت أوفيس إكسل. في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نرحل البيانات في أكتر من شيت بطريقة جديدة، وفي نفس الوقت التسلسل بتاعنا هيتغير طبقا للشيت اللي هيترحل فيه البيانات. يعني إيه الكلام دوت؟ أنا هنا مثلا عندي فورم واحد اهوت، وعندي اكتر من شيت، شيت يناير وفبراير ومارس. دلوقتي انا عايز ارحل بيانات في شيت يناير. عندي هنا اخر بيان في شهر يناير مسلسل 4، يبقى الدور على مسلسل 5. طب لو انا جيت ضفت بيان، كتبت هنا مثلا سكرينة وسعرها مثلا 100 جنيه، ودست هنا حفظ بيان، هيطلع لي رسالة تم حفظ البيانات. بمجرد ان انا دست اوكي البيان نزل عندي اهو، والتسلسل اللي عليه الدور هيبقى رقم 6. طيب لو حبيت بقى ارحل بيانات في شهر ابريل فبراير، هنيجي نفتح السهم كده ونختار شهر فبراير. لاحظوا معايا ان فبراير عندي بيانين هنا، مسلسل 1 و2، واللي عليه الدور بقى رقم 3، اتغير بصورة تلقائية طبقا للشيت اللي هو واقف فيه. طيب لو حطينا مثلا هنا موبايل، وقلنا مثلا سعره 6000، وجينا عملنا حفظ بيانات، البيانات بتتحفظ وترحل في الشيت الخاص بفبراير، والتسلسل اللي عليه الدور بقى 4. طب لو جينا مثلا دخلنا على مارس، هنلاقي التسلسل هنا بقى رقم 1، ولو ضفنا اي بيان هيتضاف في الشيت الخاص بمارس. يبقى في حلقة النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نرحل البيانات لأكتر من شيت احنا بنحدده من خلال القايمة هنا، وفي نفس الوقت التسلسل دوت بيتغير معايا بصورة تلقائية طبقا للشيت اللي انا برحل فيه البيانات. عملنا الكلام ده ازاي؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة. بس في البداية ياريت ما تبخلش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لأول مرة يعمل اشتراك في القناة، ويلا بينا نبدأ الشرح على طول. طيب تعالى نقفل مع بعض الفورم ده كده. اول حاجة هنعملها هنبتدي نجهز الشيتات بتاعتنا. هنيجي مثلا في شيت يناير، نبتدي نرسم او نحدد الجدول اللي احنا عايزينه، هنبتدي نحط البيانات. بس لازم ناخد بالنا من حاجة مهمة. جيت انا في يناير مثلا، عملت البيان عندي من اول العمود A والصف الثالث، يبقى لازما في شهر فبراير ابدأ برضو من العمود A والصف الثالث، وفي شهر مارس ابدأ من العمود A والصف الثالث، وهكذا في كل الشيتات. بدأت انت مثلا في اي عمود او في اي صف، لازما في بقية الشيتات تبتدي بنفس العمود ونفس الصف عشان يبقى كله في رينج واحد. دي اول حاجة هتعملها. طيب تاني حاجة هنبتدي نخش بقى على قائمة ديفلوبر، ونخش على الفيجوال بيزك. ولو القائمة دي مش ظاهرة عندك، بتدوس هنا كليك اليمين كده وتختار كاستمايز ذا ريبون، وهتلاقي كلمة ديفلوبر مش متعلم عليها صح. كل اللي هتعمله هتعلم عليها صح، وهتدوس اوكي هتلاقيها ظهرت عندك. طيب هنخش على قائمة ديفلوبر، بعد كده هنخش على الفيجوال بيزك، وهنيجي هنا نعمل انسيرت ونختار يوزر فورم. انا هبتدي اصمم معاكو الفورم من البداية للنهاية عشان اللي بيشوفني الاول مرة واللي لسه مش عارف يتعامل مع الاكواد وازاي يصمم الفورم. طيب احنا دوسنا على انسيرت واخترنا يوزر فورم، فتح لنا الشكل دوت. طبعا اليوزر فورم ده انت طبعا تقدر تكبره وتصغره زي ما انت شايف كده، بتبتدي تشوف حجم اليوزر فورم على قد البيانات اللي انت عاملها عندك. طيب وهنبتدي بقى نعمل عنوان هنا في اليوزر فورم. هنعمل عنوان ازاي؟ من الليبل هنا هنضغط على الليبل. طيب لو القائمة دي مش ظاهرة عندك كده هتظهرها ازاي؟ هتيجي هنا هتلاقي في حاجة اسمها تول بوكس، بتضغط عليها هتظهر معاك. طيب بنيجي نختار الليبل هنا ونبتدي نحدده او نرسم العنوان بتاعنا بالشكل دوت، وابتدي اكتب فيه. بنكتب فيه ازاي؟ بنقف كده عليه ضغطة، وبعد كده بنضغط عليه ضغطة تانية، ونمسح كلمة ليبل هنا او ان انا اعلم عليها كده. وبنيجي هنا على الخصائص ديت، بنيجي على الكابشن، والخصائص دي برضو لو مش ظاهرة عندك مخفية كده بتظهرها ازاي؟ بتدوس كليك اليمين كده على اليوزر فورم وتدوس بروبرتيز، هتلاقيها ظهرت معاك. بتيجي تقف على الليبل عشان الخصائص الليبل بس هي اللي تظهر. بعد كده بتيجي هنا على الكابشن، تمسح كلمة ليبل ديت وتبتدي تسمي العنوان بتاعك. هنقول مثلا هنا ايه؟ التسجيل.
تسجيل مبيعات الشركة خلال الشهر. ندوس انتر. هتظهر معانا بالشكل دوت. طبعا الكتابة مش واضحة خالص زي ما احنا معلمين على الليبل كده. بنيجي هنا على الفونت، نفتح التلات نقط دول كده، هتفتح معاك نافذة بتبتدي تختار نوع الخط اللي انت بترتاح له. انا اختار مثلا تايم نيو ريبون واخليه بولد، وهختار مثلا حجم الخط اخليه مثلا 24 وندوس اوكي. مجرد ان انا ادوس اوكي هنلاقيها ظهرت بالشكل دوت. طيب انا عايز الكتابة دي تبقى في النص برضو، وانا واقف على الليبل كده هنيجي على الخصائص بتاعته، هننزل تحت خالص وهنختار تكست الاين، هي ليفت هنخليها سنتر، هتظهر معانا بالشكل دوت. طيب لو انا عايز اديها لون، او عايز مثلا اليوزر فورم نفسه ادي له لون، بنيجي نقف على اليوزر فورم نفسه كده وبنيجي هنا على باك كولر، نفتح السهم دوت وبنختار اي لون انت عايزه. اخترت مثلا اللون ده ماشي. عايز تحط صوره، بتيجي برضو تقف على اليوزر فورم وتيجي نحط هنا بيكتشر، وتفتح السهم دوت وتبتدي تشوف انت شايل الصور فين عندك، وتبتدي تحدد الصورة وتدوس اوبن. هتلاقي الصورة ظهرت معاك كده ايه صغيرة. طب عايزين الصورة دي تملى الشاشة كلها، هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا من بيكتشر سايز مود، هنلاقيها هنا اهيت بيكتشر سايز مود، هنفتح السهم دوت ونخليها ستريتش، يبقى الصورة هتملى الشاشة كلها زي ما انتم شايفين كده. طيب انا مثلا عايز ادي الليبل ده لون مختلف، يبقى هنيجي هنا على الباك كولر، هنفتح السهم وابتدي اديله لون، انا اديله مثلا اللون الازرق. طب الكتابه كده مش ظاهره خالص، هنيجي على الفور كولر اديله لون مختلف، اخليها مثلا اصفر كده عشان تظهر معايا. طب عايز اعمل حدود للليبل دوت، يبقى هنيجي هنا على البوردر كولر. طبعا الكلام ده انا شرحته كتير عندي في القناه، بس انا ايه بقوله مره تانية كده على السريع عشان خاطر اللي بيشوفني لاول مره. انا عايز الحدود تبقى باللون الاصفر، يبقى هنختار كده اللون الاصفر دوت، وعشان اظهر الحدود هنلاقي هنا بوردر ستايل هي زيرو، هنخليها واحد، يبقى هتظهر معايا بالشكل دوت. يبقى احنا كده عملنا العنوان واخترنا الصوره. عايز بقى احط البيانات بتاعتي. البيانات عندي عباره عن ايه؟ عباره عن مسلسل والصنف وقيمه المبيعات. طيب يبقى هنيجي هنا هنعمل ليبل وهنحطه هنا كده، وهنسميه مثلا ايه مسلسل، طبعا الكتابة مش ظاهرة خالص هنقف عليها، هنخليها زرقاء والكتابة نفسها تبقى باللون الاصفر، ونعمل حدود في البوردر نخليها باللون الاصفر، وعشان نظهرها هنخلي دي واحد. طب والكتابة، هنيجي على الفونت نختار نوع الفونت بتاعنا ونخليه بولد ونخليه مثلا ايه 16 وندوس اوكي. طب انا عايز الكتابة في النص، يبقى هننزل تحت خالص كده تكست اللاين هي ليفت، هنخليها ايه سنتر. يبقى احنا كده عملنا اول ليبل مسلسل. هنيجي كده ناخده كوبي ونعمل بيست، ونيجي نحطه تحت منه كده، ونعمل واحدة كمان بيست ونحطها تحت منها كده، ونيجي نغير دي كده المسلسل ديت، هنكتب ايه الصنف، وهنا هنكتب ايه قيمة المبيعات بالشكل ده. بعد كده هبتدي اعمل تكست بوكس هنا من التول بوكس ديت، هنشوف التكست بوكس فين اهيت، وابتدي احدده بالشكل دوت، وابتدي اعمل فيه الخصائص بتاعته. انا عايز يبقى ليه حدود، هنيجي هنا على البوردر كولر هنخليها باللون الاسود مثلا، وعشان اظهره هندوس هنا واحد، هيبقى بالشكل دوت. طيب الفونت بتاعه، هنفتح كده الفونت هنخليه تايم نيو ريبون ونخليه بولد واخليه 16 وندوس اوكي، وبرضه هخليه في النص، يبقى هنيجي هنا تكست اللاين وهنعمل سنتر. طيب بعد كده هناخد دي كده كوبي ونعمل بيست، واجي احطها هنا
قصاد الصنف ونكبر بس الصنف شوية كده، وناخد دي كوبي ونعمل بيست ونيجي نحط هنا في قيمة المبيعات. يبقى أنا كده حطيت البيانات بتاعتي. فاضل إيه عندي؟ فاضل إن أنا أعمل الكومبو بوكس هنا اللي أختار منه الصفحة اللي أنا هرحل فيها البيانات. طيب تعال ناخد دي كده كوبي، أنا باخد كوبي طبعا من الكيبورد، بدوس على كنترول سي، وعشان أعمل بيست بدوس كنترول في، بتظهر معايا كده. طيب هنيجي هنا مثلا أغير كده، هنقول هنا صفحة إيه بقى؟ هنيجي هنا على كومبو بوكس، نختار الكومبو بوكس من هنا وأبتدي أحدده بالشكل دوت. برضو هنعمل فيه شوية خصائص كده، أنا عايز أعمل له الحدود، هنخلي دي باللون الأسود، ونخلي دي رقم واحد. طيب السهم هنا على اليمين أنا عايزه يبقى على الشمال، يبقى هقف في اليوزر فورم نفسه، مش هقف على الكومبو بوكس، لا هقف على اليوزر فورم نفسه. وهنيجي كده في الخصائص بتاعته، هننزل هتلاقي في حاجة اسمها رايت تو ليفت، هي فولس، هنخلي الفولس دي ترو، هتلاقيها اتغيرت، السهم اتغير بقى ناحية الشمال. طيب بعد كده هبتدي اعمل الزراير بتاعتي من كوموند بوتون هنا، هبتدي احدد كده اول زرار وهسميه مثلا ايه، حفظ البيانات. طبعا الكتابة مش واضحة زي ما اتعلمنا، هنقف عليها كده عشان الخصائص بتاعته تظهر. وهبتدي على الفونت بتاعه، اختار نوع الخط وخليه بولد، وخليه مثلا 16، ندوس اوكي، هيظهر معايا بالشكل ده. طب عايز اديله لون مختلف، يبقى الباك كولر، هبتدي اختار اي لون من هنا، اختار اللون ده مثلا. طب الكتابة مش ظاهرة، يبقى نيجي على الفور كولر، اديله اللون دوت، هتظهر معايا بالشكل دوت. طب نيجي ناخد دي بقى كده كوبي بيست، هنعمل كده زرار هنا تاني، وهنقول مثلا هنا ايه، بيان جديد، عشان لو هو عايز احط اي بيان جديد. وهنعمل زرار تاني للخروج من الفورم، وهنكتب هنا كلمة ايه، خروج. يبقى احنا كده خلصنا الفورم بتاعنا، نيجي بقى نبتدي نشتغل شغل الاكواد. طيب هنعمل ايه بقى؟ عندنا اول زر هنا حفظ البيانات، هنيجي ندوس عليه كده دبل كليك بالشكل دوت، هيدخلني على شاشة محرر الاكواد. طب انا دلوقتي عايز احط الكود اللي هيرحل لي البيانات في اكتر من شيت. طب احنا متعودين دلوقتي لما بنيجي نرحل البيان لازما بنحدد الشيت اللي هيترحل فيه البيان، وكنت شرحت انا قبل كده برضو الترحيل البيانات في اكتر من شيت بس باكواد مختلفة عن الاكواد اللي هنشرحها المرة دي. الكود بتاع النهاردة هيبقى سهل جدا وبسيط، ممكن اي حد يعمله ومش هيلاقي فيه اي صعوبة خالص. طيب انا دلوقتي عايز احدد الشيت، الاول هنعمل متغير، المتغير دوت هنقول مثلا ديم، عشان نعمل متغير هنكتب كلمة ديم، وابتدي اسمي المتغير ده اي اسم، هسميه مثلا ايه از انتجر، يبقى انا كده عملت متغير وسميته ايه ونوعه انتجر. طب عايز اعرف الايه بقى عبارة عن ايه، هنقول الايه بتساوي، هنقول هنا انا في ترحيل البيانات العادية كنت بحدد اسم الشيت. طب انا دلوقتي مش عارف هل هحط بقى في شيت يناير، في شيت واحد، ولا شيت اتنين، ولا شيت تلاتة. لا احنا هنعمل بقى، هنقول ايه بقى هنا، هنقول اكتب شيت دوت رينج، وهنفتح القوس وهنعمل علامتين تنصيص، وهقول له البيانات هتترحل من اول العمود ايه، من اول العمود ايه، وهناخد مثلا ايه 1000 صف. وبعد كده هنقفل علامتين التنصيص وهنقفل القوس، وبعد كده اقول له دوت اند، ونفتح القوس وهنقول له اكس ال اب، بعد كده اقول له دوت رو زائد واحد وندوس انتر. يبقى احنا كده عملنا ايه، قلنا الشيت اللي هو متاكتف عندي، يعني لو وقفت في شيت واحد يبقى هو ده الشيت اللي هترحل فيه، لو وقفت في شيت اتنين يبقى الشيت ده اللي هترحل فيه، وقفت هنا يبقى هترحل في الشيت دوت. عشان كده وابتدينا من العمود ايه، عشان كده لازما اي شيت هتعمله يبقى الرينج بتاعه في نفس العمود ونفس الصف.
دي اول حاجه. طيب طريقه الترحيل هتبقى ازاي؟ هنقول برضو اكتف شيت دوت سيلز، نفتح القوس وهنحط المتغير بتاعنا اللي هو الاي، بعد كده كوما، وهنقول هنا العمود الاولاني. لو انت مثلا بادئ من العمود بي او العمود سي، العمود ده رقمه كام؟ لو انت البيانات عندك هنا مثلا بتبتدي من العمود سي، يبقى العمود 1 2 3، يبقى تحط رقم 3. او ان انت مثلا لو مش عايز تحط هنا الرقم العمود، ممكن تحط اسم العمود، بس هتحطه بين علامتين تنصيص. يعني بدل ما تحط 1 عايز احط مثلا العمود A. هنحطه ازاي في الكود؟ هنعمل علامتين تنصيص كده واكتب A واقفل علامتين التنصيص. يبقى اما تحط اسم العمود يا اما تحط رقم العمود. طيب خلينا في الاسهل، هنحط رقم العمود على طول 1. بعد كده هنقول هنا دوت فاليو بتساوي، هنقول مي دوت تكست بوكس 1 دوت فاليو، وندوس انتر. طيب هنا العمود الاولاني اللي هو فيه ايه؟ المسلسل. طب انا ليه قلت تكست بوكس 1؟ لان هنا الفورم بتاعه اهو، ده المسلسل، ده التكست بوكس اسمه ايه؟ تكست بوكس 1. طب والبيان في التكست بوكس ايه؟ تكست بوكس 2. طب وقيمه المبيعات؟ تكست بوكس 3. يبقوا خليكم حافظين معانا. هنيجي نخش بقى على الكود بتاع حفظ البيانات. احنا عملنا اول كود اللي هو بتاع المسلسل عشان نرحله. طب هناخده كده كوبي وهنعمل بيست، وهنعمل بيست مره تانيه. بعد كده هبتدي هنا، ده ايه؟ العمود رقم 2، العمود رقم 2 اللي هو فيه البيان، قلنا البيان هيبقى في تكست بوكس ايه؟ تكست بوكس 2. طيب بعد كده العمود الثالث اللي هو فيه ايه؟ قيمه المبيعات. طب قيمه المبيعات كانت موجوده في تكست بوكس ايه؟ تكست بوكس 3. طيب احنا كده رحلنا البيانات. طيب انا عايز لما اجي ارحل البيان، انا دلوقتي اهوت لو دوست هنا هرحل البيان. عايز لما اجي ارحل البيان لو في اي كلام مكتوب هنا يتمسح معايا. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا كده، هناخد الجزء الاخير بتاع الكود من اول الكود الاولاني دوت، هناخده كده كوبي من اول مي دوت تكست بوكس 1 دوت فاليو، هناخده كوبي كده ونروح نحطه هنا كده ايه؟ بيست. بس هنقول ايه في الاخر؟ بتساوي فراغ. وبعد كده هندوس انتر. بعد كده برضو هنيجي ناخد دي كده كوبي ونحطها هنا كده، وهتقول بتساوي فراغ، وندوس انتر. ونيجي على اخر واحدة كده، هناخدها كوبي ونحطها هنا كده، وهنقول بتساوي فراغ. طيب عايز بقى اطلع رسالة برضو عشان يبقى شغلنا يظهر كده بشكل احترافي، يبقى هنقول هنا مسج بوكس ونعمل علامتين تنصيص، ونوع الرسالة هنعمل كوما، هنقول مثلا ايه؟ VB information، وندوس انتر. طيب محتوى الرسالة هنيجي كده بين علامتين التنصيص ديت، وهنكتب مثلا ايه؟ تم حفظ البيانات بنجاح. يبقى احنا كده عملنا كود ترحيل البيانات. طيب قبل ما نروح نجرب الكود دوت، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز لما اجي افتح الفورم ده كده واجي افتح القايمه ديت، اسماء الشتات ديت تظهر معايا. هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا على الفورم دوت، هندوس عليه دبل كليك على اليوزر فورم نفسه كده، هندوس عليه دبل كليك، هيدخلني على شاشه محرر الاكواد الخاصه باليوزر فورم. طيب هاجي هنا، هو دخلني على الحدث كليك. انا مش عايز الحدث كليك دوت، انا عايز الحدث انتلايز. هنيجي هنا على السهم دوت، ونيجي نختار هنا انتلايز بالشكل ده، والحدث كليك دوت انا مش عايزه، هنمسحه. بعد كده هنيجي نقف هنا وهنكتب الكود اللي هيظهر لنا اسماء الشيتات في الكومبو بوكس بتاعنا، اللي هو اسمه كومبو بوكس ايه؟ ده اسمه ايه؟ ده اسمه كومبو بوكس 1. طيب هنيجي نقف كده، احنا دلوقتي في الحدث ايه؟ انتلايز. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل متغير، هنقول مثلا ديم ونسميه اي اسم، انا هسميه مثلا اس، وهقول از هيبقى نوعه ايه؟ work
شيت ندوس انتر. يبقى احنا كده عملنا متغير وسميناه اس ونو ورك شيت. طيب بعد كده هنعمل حلقه تكراريه، هنقول هنا فور اتش المتغير بتاعنا اللي هو الاس ان ذيس ورك بوك دوت ورك شيتس وندوس انتر. يعني انا بقول له الملف بتاعي الاكسل دوت هتبص لي على الشيتات اللي موجوده في ملف الاكسل دوت وهتعمل لي ايه؟ هتحطها لي في كومبو بوكس 1. طب هتحطها ازاي في كومبو بوكس 1؟ هنقول هنا مي دوت كومبو بوكس 1 دوت اد ايتم. بعد كده هاخد مسافه وهقول له هنا المتغير بتاعنا اللي هو الاس، وبعد كده هقول له دوت نيم وندوس انتر. بعد كده هنقفل الحلقه التكراريه بتاعتنا، هنقول نيكست وناخد مسافه ونقول اس وندوس انتر. طب تعالى نروح نشوف كده، لو فتحنا السهم كده هنلاقي الشيتات اللي موجوده عندنا ظهرت عندنا في قائمه زي ما انتم شايفين كده. طيب دلوقتي انا عايز لما اجي، تعالى كده نضيف كده الاول ايه بيان، انا عايز مثلا ارحل بيان، هنكتب مثلا المسلسل اللي عليه الدور 6. طيب لا انا مش عايز اكتبه، انا عايزه هو بصوره تلقائيه يظهر معايا. طب خلينا الاول بس نحطه يدوي كده وبعد كده هنخليه يظهر تلقائي. هنقول مثلا ايه فلاشه سعرها مثلا 150، لو جينا دوسنا هنا حفظ بيانات هنلاقي تم حفظ البيان بنجاح، لو دوسنا اوكي هنلاقي الفلاشه نزلت اهي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اروح اكتب بيانات وارحلها في شيت فبراير. يبقى انا عايز لما اجي اختار فبراير كده واحط بيانات، البيانات دي تترحل في فبراير وفي نفس الوقت التسلسل معايا دوت يظهر هنا بصوره تلقائيه. هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا نعمل موضوع التسلسل الاول، هنيجي نخش على تكست بوكس 1 دوت، هندوس عليه دبل كليك وهنبتدي نكتب الكود ده. هنقول ايه؟ احنا دخلنا في ايه؟ في تكست بوكس 1. يبقى هنقول هنا تكست بوكس 1 دوت فاليو بيساوي، هيساوي ايه؟ هنقول هنا ابلكيشن دوت Worksheet function dot max وهنفتح القوس. بعد كده المفروض ان انا احدد الشيت. طيب الشيت عندي متغير، يبقى هنعمل ايه؟ هنقول هنا active sheet dot range نفتح القوس ونعمل علامتين تنصيص. طبعا الرينج بتاعي بيبتدي من اول العمود A اللي هو اللي فيه التسلسل، من العمود A من اول A 4 الى A هنقول مثلا 1000. بعد كده هنعمل علامتين التنصيص وهنقفل القوس. بعد كده هقول له دوت فاليو، نقفل القوس وهنقول زائد 1 وندوس انتر. وهنيجي ناخد الكود ده كده كوبي، هناخده كوبي ونروح نحطه فين بقى؟ هنروح نحطه في اليوزر فورم نفسه، احنا كتبناه مره هنا في التكست بوكس وخدناه كوبي. هندوس بقى على اليوزر فورم نفسه كده دبل كليك وهنيجي نحطه في الحدث انتلايز هنا، او ممكن نحطه في الحدث اكتف. هنفتح السهم ده كده ونختار اكتف ونحط الكود ده كده بيست. طيب لو جينا فتحنا كده الفورم بتاعنا هيظهر معانا التسلسل اهو اللي عليه الدور رقم 7. يبقى احنا كده عملنا التسلسل بتاعنا، فاضل معانا دلوقتي ايه؟ ان احنا نرحل البيانات في اكتر من شيت. طيب بمجرد ان انا اختار الصفحه من هنا من كومبو بوكس البيانات تترحل في الصفحه اللي انا اخترتها من هنا. طب انا دلوقتي عايز لما اجي اختار صفحه من هنا الشيت بتاعي يتاكتف، يعني لما اختار مثلا فبراير يبقى ايه الشيت بتاع فبراير هو اللي يتاكتف، مارس يبقى الشيت بتاع مارس هو اللي يتاكتف. طيب هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنيجي كده هنخش على الكومبو بوكس دوت، هندوس عليه دبل كليك بالشكل دوت،
وهنيجي نكتب الكود دوت، كود سهل جدا برضو وبسيط. هنعمل ايه؟ هنعمل شرط. الشرط دوت هقول له انا لما اجي اختار مثلا شهر فبراير يبقى اروح خش لي على شهر فبراير او شهر مارس. طيب هنعملها ازاي؟ هنيجي هنا نقول select كيس مي دوت كومبو بوكس 1 دوت فاليو وندوس انتر. طيب هنا انا هبتدي اديله شروط، اقول له الشهر اللي انا اختاره روح وقف لي على الشيت اللي موجود فيه. طيب يبقى هنيجي هنا نقول احنا هنا شهر يناير دوت موجود في شيت 1. طيب هنقول ايه؟ هنقول كيس وهنعمل علامتين تنصيص وهندوس انتر. بعد كده هقول له هنا شيت 1 دوت سيلكت وندوس انتر. طيب الكيس هنا لو انا عندي الشيت الاسماء الشيتات اللي هنا عندي مثلا مكتوب شيت 1 يبقى هاجي اكتب شيت 1، لكن ده مثلا عندي مكتوب يناير هنيجي ناخد ده مثلا كده كوبي وهنروح نحطه في الكود كده، هنقول هنا بيست يناير. طيب يبقى هنيجي ناخد بقى دول كده كوبي ونكررها على قد الشيتات اللي موجودة عندنا، وهنغير بس اسم الشيت ورقم الشيت. يبقى ديت هتبقى فبراير وهنا فبراير في شيت كام؟ في شيت 2، يعني نخلي دي شيت 2 دوت سيلكت، وديت هتبقى ايه؟ مارس، وديت هتبقى شيت كام؟ شيت 3. ادي مارس في شيت كام؟ 3. طيب بعد كده هنيجي هنا نقول ايه؟ كيس else، بعد كده ندوس انتر وهنقول end select وندوس انتر. بعد كده هنقول هنا unload me ندوس انتر. بعد كده هنعمل user form 1 dot show وندوس انتر. طيب تعالوا نروح نجرب كده ونشوف انا دلوقتي واقف فين في يناير. طيب دلوقتي انا عايز لما اجي افتح الفورم بتاعي كده ادي الفورم بتاعي اللي عليه الدور كام؟ رقم 7. طب تعالى نروح ندخل بيان كده، هنقول مثلا هنا شاحن سامسونج سعره مثلا 200 جنيه، هندوس حفظ بيانات، البيانات اتحفظت واتضافت معايا هنا هيت، واللي عليه الدور في التسلسل بقى رقم 8. طيب انا دلوقتي عايز بنفس الفورم دوت اضيف بيانات في شهر فبراير، هعمل ايه؟ يبقى هنيجي هنا نفتح السهم ونختار فبراير، هنلاقي دخلني على شيت فبراير بصورة تلقائية واداني التسلسل اللي عليه الدور اللي هو رقم 4. طيب تعالى نروح نحط كده، هنقول مثلا هنا لاب توب سعره 15000 وهندوس حفظ بيانات وندوس اوكي، هنلاقي البيان اتحفظ اهو والتسلسل اللي عليه الدور بقى 5. طب تعالى نروح كده لمارس، انا هضيف بيانات في مارس، هنا مفيش اي بيانات يبقى التسلسل رقم 1. هنقول مثلا هنا موبايل سعره مثلا 7000 هندوس حفظ بيانات، هنلاقي البيان اتحفظ معانا هنا اهو. طيب لو رحت على يناير تاني، جيت اخترت يناير، هنلاقي التسلسل بقى رقم 8 واللي عليه الدور اهوت، لو ضفت اي بيان هيتضاف في يناير. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ازاي نرحل البيانات في اكتر من شيت بمجرد بس ان انا اختار الشيت اللي انا هرحل فيه البيانات. عايز اضيف في فبراير يبقى اختار فبراير، يبقى هيضيف البيانات هيرحلها في شيت فبراير، وفي نفس الوقت ظبط لي التسلسل اللي عليه الدور، ده 4 يبقى اللي عليه الدور 5. اخترت مثلا هنا مارس ده 1 اللي عليه الدور هو 2.
لان في ناس كتيره كلمتني على موضوع التسلسل دوت، ازاي لما اجي ارحل البيانات في اكتر من شيت التسلسل بتاعي يتظبط طبقا للشيت اللي احنا هنرحل فيه البيانات. فاضل معايا ان هنا الزرارين، زرار بيان جديد وخروج. هنيجي هنا مثلا على بيان جديد، احنا بنعمل ايه؟ هنقول هنا unload me، وهنقول user form 1.show. لو جينا شغلناها كده، لو انا جيت حطيت مثلا اي بيانات وعايز ارجع في البيانات ديت، بدل ما اجي اعمل كده وامسح، لا احنا هنعمل ايه؟ هندوس هنا بيان جديد، هيروح جاي مسح لي البيانات على طول بصوره تلقائيه. طيب برضو عايز لما ادوس هنا زر خروج يقفل لي الفورم دوت، يبقى هنيجي هنا هنقول له بس انلود مي، انلود مي بس كده. طيب لو قفلنا بقى دي كده وجينا فتحنا ديت، لو دوسنا هنا خروج هيقفل، ولو دوسنا هنا هيفتح معانا. طب ازاي نظهر الفورم من خلال الزر دوت؟ طبعا بتيجي هنا من انسيرت وتختار هنا الشيبس، بتبتدي تختار اي شكل من الاشكال دي، تختار مثلا الشكل ده كده ماشي. عايز اربط الزر دوت بكود يفتح لي الفورم زي كده، هنعملها ازاي؟ بنيجي كده نخش على قائمه ديفلوبر وفيجوال بيزك، وبنيجي هنا على انسيرت ونختار مديول، هتفتح معانا شاشه بنكتب فيها الكود دوت، بنقول له يوزر فورم 1 اسم اليوزر بتاع الفورم بتاعنا، ونقول له دوت شو. طيب بعد كده بنيجي هنا عايز اربط الكود اللي احنا عملناه دوت بالزرار دوت، بندوس على الزرار كليك المين ونختار هنا الساين ماكرو، هنلاقي كلمه شو اهيت، بنعلم عليها وندوس اوكي. دلوقتي انا لو جيت دوست على الزرار هيفتح لي الفورم زي ما انتم شايفين كده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، يا ريت ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، واللي بيشوفني لاول مره يعمل اشتراك في القناه، وانتظروني في الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.